سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير ويصادفكم هذا الفيديو بافضل الاحوال يا ربي. معكم ايمي من قناه ايمي ستار. اليوم البنات فلوق جديد وفيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو البنات غادي تخرجوا معايا تضربوا واحد الدويره، وفي نفس الوقت نعطيكم بعض النصائح على هادشي ديال الفراش ديال الدار. اليوم البنات غادي لواحد المحل سميتو نيبراسكا مول فورنيتشر، او لا نيبراسكا فورنيتشر مول، المهم واحده من هادو. ممكن انكم البنات اللي في امريكا تقلبوا في جوجل وتشوفوا واش عندكم في المدينه ديالكم. انا ديجا البارح بالليل درت واحد لي واحد روشيرش بحال هكايا، صراحه عجبني بزاف. كنتمنى داكشي اللي شفت يعني في التليفون هو اللي لقى في الحقيقه. المهم كلشي غادي تشوفوه معايا البنات. اليوم بغيت ندوي لكم على رايي في ايكيا، مدام انا زائن ديالها. ف كما سبق وقلت لكم ايكيا البنات حاولوا انكم تيفيتيو تاخذوا منها بحال هادشي ديال الفوطويات وهادشي، غير كتخسروا فلوس، غير كتضيعوا فلوس، والو تاخذوا غالي، ما عندهمش كاليتي زوينه وشويه غاليه يعني بالنسبه للكاليتي ديالهم. كنصيحه يعني مني انايا، ما توقعوش في داكشي اللي درت انا البنات. راني دابا غادي نخسر فلوس، غنكري تراك باش غادي كري تراك باش شريته وجبتو، وغادي نكري عاوتاني باش نردو. يعني صراحه خسران الفلوس غير هكاك وصافي، ما استفدت حتى شي حاجه. ايكيا بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو منها، وهذه نصيحه مطبقه حتى الناس اللي في المغرب حيت هما عندهم ايكيا. صراحه ما خطات بلات ولات في العالم كامل. فبالنسبه للناس اللي باغيين يعني يشريو من ايكيا، فكنصحكم غير بديكورات، سير خذوا افكار ديكورات بحال هكايا، يقدوا فيها شي ميعنات هكا زوينين، الضوا وبحال هكايا، اما هادشي ديال الفوطويات والتطوابل ما كيكونوا صحاح وداكشي. بحال هادشي ديال الدريسر صراحه زوينين عندهم، هادشي ديال الماريوات وداكشي، ولكن الفوطويات وهادشي نو 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 نو. انا خديته وندمت، وهذه ثاني مره، كنت شحال هذه تقريبا شي 3 سنين شريت من عندهم واحد وما عجبنيش ورديته، ودابا مع ما لقيتش حل ومشيت لشحال من سطور وما لقيتش، ودابا قلت صافي ما ايكيا منها ما تفلت الساعه للاسف الشديد. ولحسن الحظ انني لقيت سطور اخر اللي هو نيبراسكا فورنيتشر مول، ودابا غادي نمشي لها البنات وغادي نشارك معكم الخرجه ديالي. الا خديت شي حاجه وعجبتني فيها شي حاجه غتشوفوها اكيد في اخر ديال الفيديو غنوريها لكم، ما نخليكمش زعما حتى الفيديو الجاي، غادي نوريكم ونقول لكم هذا البنات هو اللي خديت، قولوا لي الراي ديالكم. اوكي هذا الشيء اللي كاين غزاله ديالي، نتمنى ديروا النصيحه ديالي على ايكيا، ويلا نمشيو.
زوين هاد المخدات معاه غزالي. وبلاتي بلاتي راه باقي. شو هادي؟ هذا تو كيولي بعد 249. So it looks like we can do it as quick as this Saturday, the 22nd. Yeah, what time? You know the time? You'll know by Friday with the 2-hour window, but we could do Sunday too. I work Sunday. But I'm off in the morning. It could be later than that. We won't know until like the day before. We can do any day, Saturday and beyond. We go all 7 days. What about Friday? Not until the following Friday. Friday the 28th. والغزالة ديالي من بعد الدورة الطويلة تخيلوا ما يمشينا مع سعود ما سالينا حتى الوحدة. اخيرا هذا وصلوا اللي اختارينا. قولوا لي في التعليق كي جاكم في هذاك الفوتو في ديك الطابلة الوسط وهذوك الطبيلات اللي في جنب وبهذوك اللامبات ديال الدولمنات كيجي هكا كومبلي يعني صالون كومبلي كما كتشوفوا. والبنات كنتسنى الاراء ديالكم على الصالون. قولوا لي اش بان لكم وزوين ولا لا واش يجيني في صالون نيت ولا لا. كنتسنى البنات الراي ديالكم في التعاليق ضروري ضروري تقولوا لي اش بان لكم. وكذلك راه كيجي تبدوك مخدات. وهنا البنات جيت لهاد البلاصه ديال بيوت النعاس حيت ان شاء الله باغا ناخذ من هنا بيت النعاس. وكما كتشوفوا عندهم داكشي ما مشارجيش. جيت لهاد البلاصه اللي فيها يعني بيوت النعاس ماشي مشارجين بزاف. وهنا رجعت لكم الغزالات ديالي. المهم من بعد ديك الدوره العالميه تقريبا خرجنا من الدار مع 9:00 ديال الصباح ما دخلنا للدار عاوتاني البنات حتى 2 ديال العشيه. يلا رديت واحد الطويجين بحال هكا خفيف نتغداو. المهم الحمد لله واخا خرجت ودرت بلاتي نجلس مش ملاياش. قلت لكم البنات واخا درت يعني
ودوزنا وقت تقريبا نص نهار كامل ديال الصباح دوزنا تما. ولكن الحمد لله الحمد لله لقيت داكشي اللي كنت باغا صراحه. ما عرفتش كيفاش انني ما مشيتش في الاول نبراسكا فورنيتشر مول. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا فين مشيت، واحد ستور سميتو نبراسكا فورنيتشر مول، الا كان عندكم في الولايه ديالكم نتوما سيروا ليه، راه غزاله البنات، احسن من ايكيا. انا نعاود لكم تجربتي اليوم مع ايكيا بنات، وياكم تبقاو تشريو شي حاجه بحال هكا كاوتش يعني فوطوي ولا شي حاجه من ايكيا، تطوابل وتا نيفر نيفر البنات، ما زوينش نهائيا نهائيا. انا نوريكم دابا كاوتش شريته تقريبا ب 650 دولار، يعني واحد 100 الا بغينا نقول 130 125 الف ريال مغربيه، وما صدقش البنات ما زوينش، وزعما فريمون تزرفت فيه. ولكن الحمد لله كاينه واحد البوليسي هنايا، يعني الا شريتي واحد الحاجه بحال هكا ما تفوتي شهرين ولا 3 شهور ممكن انك تردها الا كان باقي عندك الروسيت ديال ديك الحاجه. المهم البنات داكشي اللي غادي ندير، انا غادي نرد هاد الكاوتش. انا دابا غنوريكم علاش غادي نردو، علاش انا ديجا اصلا كنت واحد المره خديت واحد الكاوتش من ايكيا ورديته اليوم حيت ما عجبنيش، وما عرفتش كيفاش عاود درت نفس الغلط ومشيت خديت من عندهم. ولكن كان ضروري، كان ملزم عليا انني ناخذ من عندهم حيت ديك الساعه كنت باغا. وانا ما مشيت زعما لهاد الفورنيتشر مول يعني نبراسكا، كان زعما نسيت راه كاين اصلا. ف خديت هاد الكاوتش وشفتو انه ما خدامش ليا وبدا كيتكمش وبدا كيخياب، عاد حسيت بداكشي اللي درت والحمد لله غادي نردو اليوم. وصراحة حمقتني انا يا نبراسكا فورنيتشر مول، ما عرفتش علاش ما عمرني مشيت ليها اولا ما زعمتش، ما عرفتش علاش باقي حيت بعيده شويه عليا اولا ما كنتش انتريستي، حيت انا شحال هذه كما كتعرفوا في داري يعني اللي كنت ساكنه كان عندي صالون مغربي وفراش، يعني ما كنتش محتاجه انني نمشي. ولكن دابا فاش احتاجيت الفراش فريمون دخت، كان عندي اخر حل هو ايكيا، مشيت لبزاف سطورات ما جبونيش، سطورات صغار بطبيعة الحال، واخر حل قلت في من ايكيا ما نفلت. ولكن وقع لي نفس المشكل ديال المره الاولى، ما بقيتش مقتنعه بهذا الكاوتش اللي خديت من عند ايكيا، دغيا كيتوسخ كيتكمش. فالحمد لله خديت واحد القرار صافي وقلت غادي نمشي. اول حاجه قبل ما نرد هذا الكاوتش غنمشي نقلب على شي حاجه، ومشيت وكمشتو خديت هذاك الكاوتش زوين عجبني صراحه، جلست شو يعني مريح وقلبت بزاف. واخا انا ما ساليتش عرفتي داك المول ديال فورنيتشر كبير بزاف، ما درتش كلشي، ولكن المهم بان ليا داك ديال زوين حاطينه صافي وقلت ناخذه. وهادشي اللي كاين البنات، الثمن ديالو ما غيكونش باين لكم الثمن، الثمن ديالو تقريبا بالطاكس داكشي الحق المليون وشي 54 مليون وشي 54 دولار، يعني مليون وشي شي 11 ريال بحال هكا. ايوا البنات هذا هو الكاوتش كما كتشوفوا، شوفوا كيتكمش البنات، هو زعما هو ماشي كوير، غير داك فيك كوير كما كتشوفوا البنات، كيدير راتي كيتوسخ دغيا شو كيتكمش عاتي. دابا راه تقريبا يلا جوج سيمانات باش خايداه، شو البنات تقولوا بحال ما عرفت شحال وانا خايداه. ما عجبني صراحه نهائيا ايكيا، الغلا غا هكاك بلا والو. كنصح البنات انهم يشوفوا الا بغيتو تاخذوا بحال هكا فراش من غير ايكيا، ايكيا لا بغيتو تمشيو تاخذوا غير فكره ديكورات صعب بحال هكا، اما باش تاخذوا فراش نيفر نيفر نيفر. ايوا البنات هادشي اللي كاين. بالنسبه البنات خديت واحد الحاجه اخرى، خديت هذا من فورنيتشر مول زوين، انا عارفه هذا ماشي هو ديال الطابله، انا ما خديت ديال التلفازه عفوا، انا ما خديتوش التلفازه البنات، انا خديته باش نديرو تما كاينه حدا الباب، ولكن حطيت فوقه دابا التلفازه مؤقتا. زوين البنات كما كتشوفوا، شوفوا راه باقي فيه هادي كما كتشوفوا البنات زوين وان عندو رجيلات عود غزال البنات عجبني. ان شاء الله غادي نحطوه هنايا
وغادي ناخذ لي ديك المرايه الدايره اللي كتعرفوا راه خارجين دابا، ناخذها صراحه من هوم جودز حيت هوم جودز فيه رخيصه صافي. وهنا باغا ندير واحد هذه اللي كنعلقوا هكا تجلسي فيها اللي فين ولتحت يكونوا فين كديري الصبابط وفين كتعلقي الكشكول والسوارات وداكشي، راه كيكونوا في ايكيا بحال هذيك غنشريها تقريبا دايره شي 85 دولار عجبتني. ايوا هادشي اللي كاين البنات. التلفازه راه غادي نشري لها شي طابله نقد فاش رجع ان شاء الله لنبراسكا فورنيتشر مول، غناخذ شي طابله تما من عندهم. للاسف تلفت ومع كبير ما مشيتش للبلايص ديال الطوابل ديال التلفازه، ولكن غادي نمشي غنمشي ناخذ طابله التلفازه. وانا البنات راه باقي ما لحقنيش المهم بعد لي ستير باقا تما باقا ما لحقناش هذاك، حيت حنا درنا كيقول لك الا فتي 400 دولار اولا 385 تقريبا دولار عندك الحق في هكا فري شيبينغ يعني غيجيبهم لك حتى للدار. سو حنايا ما مساليينش في الوقت اللي قالوا لينا، فدرنا تاع السيمانه الجايه ان شاء الله عاد غادي يلحقنا. المهم هاد الكارطونه كنا كناكلو عليها وديتها راكم عارفين باديين من الزيرو، دابا نحيدوها. بقات لي حاجه اخرى البنات اللي هي الطابله ان شاء الله. المهم حاجهكم هذاك من كدي الزبل راكم عارفين هذا خديناه مكوغط وداكشي. على قبل هذا قبل ما ننسى البنات اللي عندهم هذا المحل اولا حتى في ايكيا راه كاين واحد البلاصه فيها هذيك الناس اللي كيردوا داكشي كيكون فيه واحد ديفو صغير، هذا البنات راه خديناه من ديك البلاصه يعني البلاصه اللي فيها كليرنس يعني سولد. هذا البنات راه ثمنه الحقيقي 151 دولار وخديته ب 69 دولار، شي واحد رد واقيلا ما عجبوش ولا ما عرفت. انا جاني مزيان بخير باقي نقي غزال فخديته، نيت قلت نحط عليه دابا الطابله مؤقتا وفاش نمشي ان شاء الله طابله راه غادي نحطو تما كاين. والبنات بقات لي الطابله، كنت باغا ناخذ طابله ولكن فريمون ما لقيت سولد وما لقيتش ما لقيتش زعما شي حاجه اللي انا باغاها اولا عجبتني البنات، فان شاء الله غادي نرجع عندهم ناخذ من عندهم طابله هنايا تكون شي طابله زوينه ان شاء الله غادي ناخذها هي اللي بقات. وهادشي اللي كاين البنات، غيجي كاوتش هنا غتجي الطابله غيجيو داكشي، حاولت نوريكم قبل ما نفرش باش تشوفوا من بعد وقبل عاد بلاتي نطور الكاميرا باش تشوفوني. قلت لكم البنات وبقى لي بيت ناس ان شاء الله فاش نبغي نمشي ناخذ الطابله ديال هكا اللي ناكلو عليها، حيت انا درت غلط كنا كناكلو فوق هذا وهذا راه توسخ جاب الله مسحتو باش نردو. فانا فاش غادي نجيب داك الفراش واخا نعرف نجلس ناكل في الارض وما ناكلش فوق داك الفراش البنات باش ما يتوسخش ليا وما نديرش غلط. وثاني حاجه غادي ناخذ طابله ديال التلفازه، يعني قلت لكم فاش غنبغي نمشي ناخذ طابله ديال الماكله غناخذ مع طابله ديال التلفازه وناخذ شي بيت نعاس، حيت انا باقا نموتي حاطه فوق الارض باقا ما خيداش بيت نعاس البنات. علاش ما خيداش البنات بيت نعاس؟ حيت باقي راكم عارفين يلا بعدين ازيرو بشويه علينا المود اللي كتجي بدقه كنفرشو بشويه بشويه علينا. في نفس الوقت ما بغاش نزرب، انا شوفو كنت كنقول ما نزربش ما نزربش في الاخر زربت في هذا الكاوتش، فانا باغي ناخذ وقتي ونقلب. وخا انا صراحه كنقول الا بغيت ناخذ بيت نعاس غنمشي ناخذو في نبراسكا فورنيتشر مول وناخذ طابله فبشويه ان شاء الله وغادي نمشي ناخذو وغناخذ هادشي دقه. عرفتوا علاش؟ حيت كيقول لك الا فتي واحد القدر ديال الفلوس يعني كيجيبوا لك حتى للدار، فانا ما ناخذش كل حاجه بوحده باش ما نخلصش الديليفري داكشي. هادشي اللي كاين غزاله ديالي، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه ولو بشي حاجه بسيطه. نتمنى انه يكون عجبكم كذلك الفيديو اللي درت لكم زعما هكا جوله في الدار ديالي. وقولوا لي كي جاتكم الدار، انا عارفه صغيره وعلى قد الحال يعني راه ماشي ديالي انا انا وراجلي زعما ماشي شي حاجه كبيره، ولكن عاجباني في بلاصه زوينه واللي عجبني اكثر ما فيهاش كاربت، راه سبق وقلت لكم في ديك الفيديو وعطيتكم النصائح اللي تشوفون في الدار الا كنتو يلاه باغين تكريو. هادشي اللي كاين غزالات ديالي، تهلاو في راسكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخليو ليا لايك، ولا بغيتي شي سؤال قول لي في التعليقات كنموت عليكم. بوسه كبيره لكم، السلام عليكم.